ده حلو برضو. ها وهاخد ده كمان. ده حريمي ده هاخده لمراتي. اليوم جميل. اخيرا 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 دخلنا بعد معاناه بقالنا يجي بس والله يعني مش كتير. هو المكان زحمه بس مش كتير. بقالنا 10 دقايق. وطبعا طبعا طبعا ده يخليكوا تيجوا بدري بعد كده عشان خاطر ايه انا طالع مع ناس بتحب تيجي متاخر فمش هنلاقي مكان مش هنلحق نوصل. نفسي اخلع كمان بس مش عارف يعني زحمه جدا. المكان شكله جامد بس احنا شكلنا مش هنعرف نتكلم اصلا من الدوشه يعني احنا اخر الدنيا والصوت جايب لغايه هنا. هي دي اغنيه هندي ولا ايه؟ مش عارف. فين تامر يا جماعه؟ تامر لا تامر هيجي 8. شكل المكان هيبقى جامد. مش عارف سامعني ولا لا؟ يا لهوي على الزحمة يا لهوي على الزحمة. Go!
خليه معاك خليه معاك واحنا اسمه ليل ها صوره عشان يبقى لما يكبر يعرفه ليل اسمه تامر حسني ليل اليوم جميل اللي جايه دي هتعجبكم قوي حبيبي داخل الزوق لا مش داخل الانتخابات ولا حاجه استاذ محمد النهارده بكرمك وكرم استاذ خالد الطوفي احنا عايزين شباب الجامعه ياخد درجات اعمال سنه بقى ايوه ليه بقى هقول لك بصراحه العدد ده كله والتنظيم الرائع ده طبعا احنا معانا شركات بتنظم بس عمر الحفله ما هتطلع ناجحه غير لما الجمهور بيبقى هو راضي والذوق وكل واحد خايف على اللي جنبه ودي هنعتبرها اعمال سنه الذوق ولا ايه؟ طبعا يعني بس جامعه مصر والاستاذ خالد الطوفي رئيس مجلس الامناء الجامعه اللي بيوفر كل الامكانيات اللازمه حتى تخرج هذه الحفله بهذا الشكل، لكن طالما تامر حسني طلب هيبقى الطلب ده تحت عيننا ان شاء الله باذن الله. ولا عايزين نتفائل كلنا مهما كانت الظروف. انا بحبكم قوي والله وانبسطت ان انا كنت معاكم وانا عارف ان انتوا هتاخدوا بالكم على بعض وانتوا خارجين معانا بنات كتير واسر كتير واطفال كتير وشبابنا الكريم هو اللي هياخد باله منهم ايوه طيب ماشي قبل ما امشي بس عشان في ناس كتير عيد ميلادها النهارده انا حاسس ده كلنا صحيح كلنا
طب مين عيد ميلاده الشهر ده؟ ايوه الله كلنا برضه.